السلام عليكم. اليوم سوف أقدم ثاني فيديو على قناتي وأول فيديو غادي تستفدوا منه. غادي نقدم لكم وصفة للجسم، وهي عبارة عن مقشر أو كوماج رائع جدا للجسم، الوجه، الشفتين واليدين. هذه الوصفة من تجربتي الخاصة بعد وصفات عديدة، وتحصلت على هذه الوصفة التي عجبتني بزاف من خلال تقشير، تعطيم، إزالة اللون الأسود من الجسم والوجه، إزالة النمش طبعا بالمداومة. سأترككم مع المكونات. بعد أن شاهدتم المكونات، غادي نقدم لكم طريقة ومفعول لكل مكون. أول مكون وهو السكر الأسمر، رائع جدا في التقشير وحبيباته الناعمة عكس السكر الأبيض. إذا لم يتوفر لكم السكر الأسمر، بإمكانكم تستعملوا السكر الأبيض إلى حين توفر الأسمر. المكون الثاني وهو العسل. العسل جد رائع باش نتخلص من المواد العالقة في الوجه أو الجسم بحال الغبار وكل الشوائب، وأيضا فهو يساعد على حماية البشرة من الجفاف، يحافظ على رطوبة البشرة، وأيضا على التخلص من آثار الحبوب، يعني هو جد رائع للبشرة. عصير الليمون عنده دور كبير على البشرة كمقاومة آثار الشيخوخة لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وله دور كبير في تفتيح لون البشرة وتنعيمها وإزالة أثر الحبوب. المكون الآخر وهو زيت اللوز، فهو غني عن التعريف، يساعد على تبييض البشرة، تنظيف وتقشير البشرة، ويساعد على التخلص من الهالات السوداء، حماية البشرة من خطوط التجاعيد، وهو رائع بالنسبة للبشرة الحساسة. أما المكون الأخير فهو زيت الخلوة، من أهم فوائده يعالج مشاكل البشرة، كيقضي على تمددات الجلد، كيساعد على معالجة شيخوخة البشرة من خلال القدرة دياله على تجديد خلايا الجسم، وجد رائع بالنسبة للبقع الداكنة في البشرة، وأيضا كينظف البشرة من الأوساخ، وكيطهر البشرة من الفطريات والبكتيريا. لهذا فأنا جمعت كل هذه المكونات في هذا المقشر باش تستفدوا من كل عنصر. بالنسبة لطريقة الاستعمال، بالنسبة للوجه مرة كل أسبوعين، بالنسبة للبشرة الحساسة وبالنسبة للبشرة العادية مرة كل أسبوع بحركات دائرية خفيفة، وتركزوا على منطقة الذقن والأنف. بالنسبة للجسم أيضا بحركات دائرية لكن من الأسفل للأعلى لتنشيط الدورة الدموية. ممكن أخذ كمية من المقشر وتوضعوها في ريفة الاستحمام تكون رطبة، هكا تساعدكم في عملية التقشير. أنا نستعملها مرة كل أسبوع باش هكا تنشط الدورة الدموية وتستفيدوا من المكونات. بالنسبة للمقادير فهي حسب رغبتكم، إذا كان الوجه تستعملون كمية صغيرة، أما إذا كان الجسم تستعملون كمية كبيرة، يعني ما كاينش مقدار محدد. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بهذا المقشر، نحتفظوا به في قرعة أو قنينة زجاجية إلى حين استعمال، ممكن تبقى مدة طويلة، توضع في الحمام أو أي مكان ترغبون. نتمنى تعجبكم الوصفة وتستعملوها وتعطيوني الرأي ديالكم.